هاتف آيفون سوف يموت، 10 هواتف عليك انتظارها في 2023، والكشف عن أسعار عائلة جالكسي S23. أهلا بك في نشراتك. في البداية نبارك لأهلنا في العراق افتتاح بطولة خليجي 25 الرائع، ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات. ونبدأ النشرة مع الهواتف العشرة التي عليك انتظارها في عام 2023، ونسألك سؤال: ما الهاتف الأكثر انتظاراً بالنسبة لك؟ يأمل المستخدمون أن يروا تطوراً في تصميم الهواتف الذكية عام 2023، والتركيز على أداء البطارية ووقف الارتفاع في أسعار الهواتف. ولكن بعيداً عن الأمنيات، دعونا نستعرض 10 هواتف عليك انتظارها في هذا العام. أولاً جالكسي S23، العائلة التي تفتتح بها سامسونج العام، ومكونة من 3 هواتف حسب التسريبات، فالتصميم مشابه جداً للنسخ السابقة، وإنما التركيز على تطوير الكاميرا والأداء. الخبر القوي هذه المرة أن سامسونج سوف تعتمد فقط على معالجات كوالكوم الحديثة، وهذا يعني أداء أفضل، كما سنرى عدسة بدقة 200 ميجا بكسل. ثانياً آيفون 15، لا توجد الكثير من الشائعات القوية حول آيفون 15، من المقرر إطلاقه في سبتمبر. نود توديع النوتش من كافة النسخ وتخفيف الفجوة في النسخة العادية وبلس مقارنة مع ألترا، واستخدام معالج جديد وعدم تكرار المعالج السابق. هناك توقعات برؤية زوم بصري 10X وتحسين الكاميرا الأمامية. ثالثا شاومي 13 برو، كشفت شاومي عن نسخة 13 العادية في الصين، والآن ننتظر نسخة برو الأكثر قوة واحترافية، وواحد من أفضل هواتف العام حسب التوقعات. التركيز هذه المرة الأكبر على الكاميرا وتجربة التصوير، إضافة لتحسين تجربة الأداء وكفاءة البطارية، وسيأتي بواجهة شاومي الجديدة ميو آي 14. رابعا جوجل بيكسل فولد، لم تدخل جوجل عالم الهواتف القابلة للطي، من المتوقع رؤية أول هواتفها المطوية هذا العام. نتوقع من جوجل تصميما أنيقا ومتميزا بواجهة أندرويد الفانيليا التي تم تحسينها لهذا النوع من الهواتف. خامسا هواوي P60، هواوي لم ولن تستسلم، التسريبات تقول إنها ستعلن عن نسخة جديدة من سلسلة P. هذه صورة غلاف يقال إنها للهاتف القادم. من المنتظر أن تستخدم هواوي هذه المرة معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني لتواكب بقية الهواتف الرائدة. سادسا عائلة جوجل بيكسل 8، من المتوقع رؤية رام بقدرة 12 جيجا بايت مع الهاتف. هناك انتظار شديد للجيل الجديد من معالج جوجل تنسور بعد مزيد من التطوير لتحسين جودة الأداء والبطارية. سابعا أوبو فايند اكس 6 برو، واحد من أوائل الهواتف التي تعمل بمعالج سناب دراجون 8 من الجيل الثاني، ومن المرجح أن يظهر في بداية عام 2023. تظهر التسريبات إعادة تصميم جذري مع وجود كاميرا دائرية بارزة في منتصف الشاشة، خلفية الهاتف كاملة بأربعة ألوان غير لامعة. ثامنا سوني إكسبيريا مارك 1 4، كان هاتف سوني إكسبيريا مارك 1 4 واحدا من أكثر الهواتف إثارة للاهتمام في عام 2022 بسبب الزوم البصري بشكل متميز عن أي شركة أخرى. حتى الآن لم نسمع أي شيء حقا عن مارك 1 5، لكن نتوقع أنه ستوفر بكاميرات غير عادية بالإضافة إلى شاشة رائعة وأداء قوي. تاسعا سامسونج جالاكسي زي فولد 5، بالنظر إلى أن زي فولد 4 هو أفضل هاتف قابل للطي صنعته سامسونج حتى الآن، لهذا السبب متحمسون لرؤية زي فولد 5. هذه المرة نرغب في رؤية تصميم أقل نحافة وشحن أسرع وقلم إس بن مدمجا للاستفادة أكثر من الهاتف. عاشرا وأخيرا ون بلس 11 برو، شركة ون بلس بصدد إعادة تصميم كبير على نسخة برو هذه المرة حسب التسريبات. وحدة الكاميرا دائرية عملاقة في الجزء الخلفي بدلا من الوحدة المربعة في الهواتف الحالية. المعالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني ورام 16 جيجا بايت وبطارية 5000 ملي أمبير مع شحن 100 واط، سيتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2023. وفي الخبر الصادم، محلل تقني شهير أعلن أن شركة أبل قتلت هاتفها الصغير. دعونا نتعرف على أسباب الوفاة وماذا سوف يحدث. تحدث شركة أبل أرخص وأصغر هواتفها من سلسلة SE كل عامين، وربما أن آخر نسخة للهاتف ظهرت العام الماضي 2022، فهذا يجعلنا ننتظر رؤية النسخة القادمة في 2024 حسب سياسة الشركة الأمريكية. لكن مينغ تشي كو المحلل التقني الشهير والمتخصص في كل ما يتعلق بشركة أبل يرى بأن السلسلة ماتت وآخرها كان النسخة السابقة. وفقا لكو، أصدرت أبل تعليمات لشركائها في سلسلة التصنيع والتوريد بإلغاء خطط الإنتاج والشحن
لآيفون اس اي 2024، ليس مجرد تأخير بل قتلها ورسميا. تأتي هذه الأخبار بعد معلومات عن تراجع مبيعات هاتفي آيفون 14 و 14 بلس، مما دفع الشركة إلى إعادة جدولة هواتفها من خلال الاستغناء عن هواتف معينة لا تحقق الأرقام المطلوبة في السوق أو تقليل الفجوة بينها وبين الهواتف ذات الإقبال. ويرى المحلل التقني تشيكو أن سبب الإلغاء يرجع إلى مخاوف تتعلق بأداء أول شريحة 5G داخلية، وكانت أبل وضعت أول شريحة أساسية داخلية لها في الهاتف وأوقفت التعاون مع كوالكوم، وجاءت النتائج حسب اختبارات داخلية بأداء أقل من شرائح كوالكوم، حيث قررت أبل إلغاء الجهاز تماما بدلا من إصداره بتقنية 4G. الخبر الجيد هنا أن شركة كوالكوم ستكون الموردة الحصرية لمعالجات سلسلة هواتف آيفون 16 بعد سنتين في عام 2024. ومن المتوقع أن تستمر كوالكوم في الهيمنة على سوق الترددات اللاسلكية للهواتف المحمولة المتطورة في العالم في عامي 2023 و2024 على الأقل، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح أعلى بشكل ملحوظ من منافسيها. تكلمنا كثيرا عن مواصفات وتسريبات جالكسي S23 وتكلمنا عن تصميم الهاتف، الآن جاء الدور الحديث عن أسعار الهاتف. طالما دخلنا العام 2023، إذن بدأت شركة سامسونج العدة التنازلية لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة سامسونج جالكسي S23 الشهر المقبل. تتألف العائلة من النسخة العادية S23 و S23 بلس و S23 ألترا، وقد كشفت تسريبات جديدة عن ميزات شاشة هواتف السلسلة والأسعار قبل الإطلاق الرسمي. ستعمل جميع هواتف السلسلة بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني من كوالكوم، ومن المفترض أن هناك فرقا كبيرا في الأداء بينها وبين سابقاتها بنسبة 36% لوحدة المعالجة المركزية و 48% لوحدة معالجة الرسومات و 60% لوحدة المعالجة NPU. سنرى بعض التحسينات المهمة على الشاشة مثل جودة الصورة والتباين على شاشة Dynamic AMOLED. S23 Ultra بشاشة مقاس 6.8 إنش بدقة Quad HD Plus، بينما S23 Plus بشاشة مقاس 6.6 إنش بدقة Full HD Plus. وسيحتوي الطراز العادي Galaxy S23 على شاشة مقاس 6.1 إنش بدقة Full HD Plus، وتوفر الشاشات الثلاث معدل تحديث يبلغ حتى 120 هرتز ومن نوع Dynamic AMOLED. أفادت التسريبات أن نسخة S23 Ultra حصريا ستكون برام 12 جيجا بايت، واحدة من ثلاثة خيارات تخزين، وسيحصل كل من S23 العادي و S23 Plus على 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الرام، ولم يعد خيار 128 جيجا بايت متاحا. وأفادت التسريبات أن هاتف S23 Ultra ستوفر بسعر 1200 دولار أمريكي، بينما S23 Plus بسعر 1000 دولار أمريكي. أما S23 النسخة العادية سيكون ب 800 دولار أمريكي، وتختلف الأسعار حسب المساحة التخزينية وقدرة الرام، وهذا يعني أننا سنرى أرقاما أعلى. سؤال الأسبوع عن أكثر مميزات منتظرة في هاتف جالكسي S23. يأمل متابعو رقم تي في أن تستمر سامسونج في استخدام أفضل معالجات كوالكوم كخيار رئيسي وأساسي لأجهزتها الرائدة، فقد أثبتت هذه الشركة قوتها مع معالجاتها في الحفاظ على استهلاك الطاقة مع أداء مميز، كذلك تواجد سرعة شحن أعلى، فالكثير من الشركات أصبحت تقدم سرعات فائقة مع هواتفها، بجانب ذلك تقديم تحسينات أكبر مع تصوير الفيديو في الكاميرا، وأن يصل بتعديلات في التصميم تميزه عن الإصدار السابق، وشاشة مسطحة مع النسخة العادية على الأقل. أما الأخير فينتظر إضافات قوية مع الحفاظ على سعر معقول. يمكنك مشاهدة تقريرنا عن تسريبات S23 Ultra من خلال الرابط في الوصف أسفل الفيديو. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع. للمشاركة في المسابقة انتظرونا كل يوم اثنين في منشور خاص على فيسبوك. والآن أهم الأخبار. تقرير يقول إن شركة سامسونج عينت مدير التصميم في شركة مرسيدس للسيارات لتصميم هاتف مستوحى من عالم الشركة العملاقة في السيارات في هاتف جالكسي S24. رئيس شركة سوني يؤكد انتهاء أزمة توفر أجهزة بلاي ستيشن 5 رسمياً، وذلك بعد فترة من انقطاع الأجهزة في عدد من دول العالم.
شركة ايسوس تعلن عن شاشة ثلاثية الأبعاد بدون الحاجة إلى نظارات خاصة خلال استخدام اللابتوب، وذلك من خلال تعقب حركة العين وعرض صور 3D واقعية مع إحساس بخروج الأجسام من الشاشة. إذا كنت نسيت أو توقفت عن لعبة ببجي فهذا لا يعني تراجع شعبية اللعبة. تقرير يقول إنها كسرت حاجز عائدات مالية بلغت 9 مليار دولار. شركة انفيديا تقدم خدمة الألعاب في السيارة للسائق. تسأل إن كان هذا خطر ويشغل السائق السيارة؟ لا، لا تقلق، الميزة تعمل فقط خلال وقوف السيارة وانتظار السائق، وهذا خبر رائع للزوجات خلال التسوق في المولات. أما هذا الخبر فهو رائع للآباء، وهيونداي ترد على انفيديا بخدمة ألعاب أونلاين في المقاعد الخلفية للرحلات الطويلة بالسيارات، وهذا يعني تخفيف إزعاج وملل الأطفال في الرحلات. سامسونج تكشف عن جهاز مبدئي يحمل اسم فليكس نوت، يتحول من لابتوب إلى تابلت ولا يحتوي على كيبورد أزرار ميكانيكية، والجزء السفلي أيضا شاشة. الذكاء وصل الدش. هذه المرة دش ذكي يستوعب إضافة كبسولات معطرة وفيتامينز ومواد تجميلية للجسم لدمجها مباشرة مع ماء الاستحمام وبسعر 120 دولار. المية تروي العطشان وتعفي نار الجربان. لايك وشير لدعمنا، ولا تنسى مشاهدة حلقاتنا السابقة. نلقاكم الأحد القادم، إلى اللقاء.